اولا بالنسبه لدخول الجامعه 2021 2022 جامعه برج بهرريج تتهيأ بكل اعضائها من الاسره الجامعيه من اساتذه وعمال للدخول في هذه السنه، وكذلك بترتيبات جديده. بدايه كما لا يخفى على احد، احنا في اولا يوم 4 سبتمبر ان شاء الله نبداو بتسجيل طلبه السنه الاولى حاملي شهاده البكالوريا، اللي هما راح يجيونا على الدفعات على حسب المواعيد. السنه هذه جامعه برج بهرريج تستقبل 4551 طالب جديد، وتبقى اذا ممكن العدد الاجمالي لعدد الطلبه راح السنه هذه يفوق ال 21000 طالب. كتحضيرات أساسية السنة إن شاء الله ممكن على شهر أو ممكن على في أقصى حد على شهرين راح نستلموا 2000 مقعد بيداغوجي لكلية علوم الطبيعة والحياة، اللي ممكن راح تعطينا توسعة إضافية بالنسبة للهياكل. إضافة راح ننطلقوا كذلك في عملية توظيف، بالنسبة عندنا 20 منصب أستاذ لموزعة على مختلف الكليات، 7 كليات ممكن في الأجال القريبة. هذه من بين التحضيرات. والمرحلة الأولى شهر سبتمبر على العموم النصف الأول من الشهر يكون مخصص إلى بالنسبة للطلبة القدماء إلى الامتحانات الاستدراكية، زائد مناقشة إنهاء مناقشة المذكرات، لأننا كنا بديناها في شهر جويليا وبقى لنا عدد من الطلبة اللي رايحين ينهيوا مناقشة المذكرات نتاعهم في خلال شهر سبتمبر. إذن هذا السنة كذلك تتزامن أو يتزامن الدخول الجامعي مع عملية التلقيح التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية، وين رايحين نبدأها في إطار الحملة الوطنية 4 سبتمبر. إذن جامعة برج بهرريج الآن راهي مخصصة كمركز للتلقيح يوم 4، ورايحين احنا نكملوا في العملية لأننا نستقبلوا الطلبة على شكل دفعات. ممكن مع مديرية الصحة نديروا برنامج خاص للتلقيح ضد وباء كورونا. على العموم الانطلاقة إن شاء الله تكون يعني في ظروف جد عادية، ونطمئنوا أعزائنا الطلبة سواء القدماء أو الجدد اللي رحبوا بهم أن جامعة برج بهرريج مهيئة لاحتضان كل الطلبة، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات، ونحاول أن نرتقي خصوصا بالمستوى التعليمي، ونعطي فرصة للشباب للطلبة لتكون لهم فرصة للتحصيل العلمي الجيد، على الأقل في المستقبل تكون لهم تكوينات ملائمة حسب المحيط الاقتصادي والمحيط. وفيه كذلك إضافة احنا عندنا فروع جديدة فيما يخص ماستر، عندنا ماستر مهني زوج في كلية العلوم الاقتصادية، ممكن من بعد نمدوا عليه معلومات إضافية. إضافة كذلك رايح نزيدوا تحضيرات الامتحان شهادة الدكتوراه. على العموم الأمور جد عادية بجامعة برج بهرريج، وإن شاء الله يكون دخول جامعي مرتاح، ويكون دخول جامعي ناجح بمساهمة الجميع. إذن من هذا المنبر أدعو كل الأساتذة وكل العمال وكل الطلبة إلى التجنيد لإنجاح هذا الموسم الدراسي.